سلام عليك يا طروق، كده اللعبة دخلت في الجد. قصدك ان طارق عنده حبيبك سرطان، ومش جايز مرض طارق يكون سبب في نجاح مهمتهم يا فالح. اللي مش فاهم يقول كده، بس لما سرطان بيفكر بيحصل كده. انا حاسس انك بتسهل مهمتهم يا سرطان. انا زعيم امراض الكون يا زعيم، والزعيم لما يفكر وينفذ الكل لازم يسقف. خالد كده اتأخر، انت متأكد ان في حد اسمه خالد اصلا؟ 100 مرة قلنا لك خالد متطوع من البلد دي وهيساعدنا. الغريبة انه عارف ميعاد وصولنا. طيب لو ما جاش هنعمل ايه؟ احنا كده لازم نبدأ حملتنا لحد ما خالد يظهر. واحنا عارفين حد هنا، احنا عاملين حسابنا ولازم نبدأ. بس يا ترى فين خالد دلوقتي؟ يا دكتور، يا دكتور من المعروف، طمني على طارق. احنا عملنا له تحاليل واشعة وان شاء الله خير. انا عندي ميعاد ولازم اروح، وهرجع تاني عشان اطمن على الاشعة بتاع طارق. انا اسف يا جماعة. خير يا خالد، اتأخرت ليه؟ طارق صاحبي تعبان ونقلنا المستشفى، يبقى لازم نروح نزوره بعد زيارتنا للمدرسة نبدأ حملتنا. متقلقش، كل شيء محسوب. عارف الدكتور حيلاقي ايه في الأشعة؟ شوف انا قاعد فيه، انا قاعد في المخ. احنا عرفنا ان بعض الصيادين بيصطادوا في اماكن صيد غير صالحة، وخصوصا البحيرة الكبيرة، وده بيسبب امراض كتيرة وخطيرة. قصدك البحيرة الشرقية اللي في شرق البلد؟ ايوه هي دي، لانها قريبة من منطقة صناعية. بس ابويا بيقول ان سمكها كبير ومليانة خيرات. قصدك ملوثات، لان السمك السليم بيتغذى على الملوثات دي وبيصاب بامراض مش كويسة. يعني السمك اللي ابويا بيصطاده من البحيره دي ممكن يكون ملوث؟ ايوه، وعلشان كده احنا بدانا حملتنا، وكل واحد منكم لازم يبلغ والده، وكل واحد لازم يشارك معانا في الحمله. ايدك على ايدي، شوف وصلنا لايه، شوف سهر ليالي بالذرة طرحت ايه، حلم واتحقق، فجر نور شقشق، قلبنا بيعشق حلمنا ويمشي. حلم واتحقق، فجر نور شقشق، قلبنا بيعشق حلمنا ويمشي. هات ايدك على ايدي، شوف وصلنا لايه،